انت مش بتحل المساله. وهنكمل حل، وهنكمل حل، بس صدقوني الحل ده ان ما كانش يبقى فيه ضبط للنمو السكاني وتنظيم لمصارفنا، المصار بتاعتنا. طب سؤال، هي الشقه او البيت اللي هنا، اي بيت اي بيت اي بيت، هو بديله بكام من الناحيه الثانيه؟ بديله بكام يا دكتور مصطفى؟ النهارده دخل على 450 الف جنيه من غير الارض، مش كده يا دكتور مصطفى؟ ولا ايه؟ خلي حضرتك مستريح. يعني الشقه دي، البيت ده، الشقه دي، البيت ده، انا بغيره ب 400 الف جنيه و 450 الف جنيه من غير ثمن الارض ومن غير المرافق. ده وكمان بنقول لا، لازم كمان يعني احتراما وتقديرا لاهلنا اللي هنا، احنا لازم نفرش الشقه كمان. الشقه بتاخد لها في حدود 50 الف جنيه فرش. طب يا ترى في مقابل للموضوع دوت في اللي احنا بنعمله؟ مفيش مقابل. يعني ما بنبيعش عشان الشقه دي للناس، بنقول لهم فقط ادفعوا ثمن الصيانه بتاعت المكان اللي انتوا فيه عشان يستمر. ان كان في اسانسير يفضل شغال، ان كان في مرافق تفضل شغاله، لكن ما فيش اي عائد للدوله من ده غير تغيير حياه الناس. تغيير ايه؟ حياه الناس. فانا بقول تاني ان احنا لابد ان احنا نعمل ربط ما بين النمو السكاني والقضايا والاشكاليات اللي قابلت المجتمع على مدى ال 100 سنه اللي فاتوا. ممكن دوله تانية يبقى فيها النمو ده وما يبقاش فيها مشكله، عندها موارد تقدر تلبي المطالب. طب ما عندهاش، فالناس هتبتدي تتصرف في اطار امكانياتها. امكانياتها ايه؟ اللي هي الشقه دي، اللي هو المبنى ده، ده امكانياتها. وبالتالي يبقى المجتمع كله بينمو بشكل غير مخطط وغير امن وغير انساني، ويترتب عليه تحديات كبيره جدا لاستمرار الدوله. وانا بكلم الكلام ده لمين؟ لرجال الفكر والثقافه والسياسه والاعلام. لان احنا انا بسمع، كنت على مدى السنين اللي فاتت كلام كتير في التلفزيون، واقرا كتير من مقالات بتتناول الشان العام في مصر. لكن في فرق، يعني سامحوني، يعني بين التنظير وبين حل المساله.